السلام عليكم وتحيه طيبه لكل الاخوان والاخوات متابعين قناه كريم كسري. مرحبا بكم يا مجديد. جبتكم الاخوان في هذا الفيديو جديد ديال 2020 بالنسبه لمستعمل الطريق. خبر زوين سما صراحه اللي غادي يعجب الجاليه المغربيه المقيمه في اسبانيا وحتى المقيمه في اوروبا اللي كتستعمل الطرقان على اسبانيا وكتهود المغرب. فالجديد ديال 2020 والاخبار الزوينه اللي غادي تعجب الجاليه هو بالنسبه للطريق الابي 4 الرابطه بين سيبيا وكاديس غادي تولي فابور غراتويت غراتيس. هاد الطريق هادي هاد الخط هذا غيولي فابور. والخط الثاني ديال ابي سي تي الطريق الرابطه بين طراغونا حتى الاليكانتي. من طراغونا حتى الاليكانتي غادي تولي حتى هي طريق يعني فابور. يعني هاد الروتوروت اللي كنا كنخلصوا عليها فواحد الوقت ابتداء من فاتح يناير غتولي فابور. واحد المسافه ديال 433 كيلومتر غادي تولي فابور. طبعا الحال هذا الخبر هذا غادي يعجب بزاف الجاليه المغربيه، الناس اللي كتجي من فرنسا او الناس اللي كتهود من طراغونا خيرونا وكنوصلوا لطراغونا. طبعا الحال وديك البارتي هذاك طويل شويه كنخلصوا فيه بزاف، كان شي 30 الاورو ولا اكثر. فالطريق هذه غادي تولي فابور، يعني الا حسبتي الي اوروتور راه كتمشي كتوفر عليك واحد 70 ديال الاورو على الاقل في مشيه او مجيه، يعني مزيانه بالنسبه للمستعملين الطريق. بالنسبه للناس اللي كيهودوا فاكونس بزاف مره في العام، ولكن بالنسبه للناس حتى الناس اللي كيهودوا مثلا البيع والشراء، حيت كنعرفوا طبعا الحال كاين بزاف ديال المغاربه اللي كيبيعوا ويشريوا يعني في المسائل ديال اللي كياخذوا من هنايا، فمزيان لهم بزاف دابا هذه القضيه هذه لان غادي تبقى توفر عليهم. كاين ناس كيمشيو المغرب كل جوج سيمانات اولا كل شهر كيبقاو يبيعوا ويشريوا، فبالنسبه لهاد الناس هادو فهذا خبر صراحه صار بالنسبه لهم بزاف، لان يوفروا على راسهم واحد العدد كبير ديال الفلوس بالنسبه لهاد الطريق هذه، لان هذه هي طريق طويله. مازال الخط ديال سيبيا وكاديس خط ماشي طويل بزاف، واحد المسافه ديال 121 او 122 كيلومتر حتى هي تولي فاور، ماشي بزاف، ولكن بالنسبه للناس اللي كيخدموا مثلا بداك الخط هذا كيستعملوا بين سيبيا وكاديس كيمشيو ويجيو، فهاد الناس هادو ما غاديش يبقاو يخلصوا، غادي يولي يعني الطريق ديالهم هذيك البارتي ديالهم فافور. بالنسبه لواحد الخبر اخر بالنسبه لرخصه السياقه حتى هو جديد ديال 2020 اللي حتى هو غيدخل في حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2020 اللي عنده علاقه برخصه السياقه الاسبانيه. بالنسبه لنا حنا الناس اللي كيعيشوا هنا وعندنا رخصه السياقه، فنورمالمون كانت مني كدوز 10 سنين كتمشي تبدل رخصه السياقه ديالك، فدابا الجديد اللي غادي يولي هو قبل ما تكمل 10 سنين ملي كيبقى واحد شهرين يشوف البيرمي غادي يصيفطوا لك الكارطه للدار يقول لك راه البيرمي ديك قرب يوفى. هذا يعني جديد باش الانسان اللي نسى التاريخ ديال يعني مده الصلاحيه باش يعقله زعما باش يمشي يبدل البيرمي. يعني ممكن عندك الحق حتى ولا بغيتي تبدلو تفكرتيه مثلا بغيتي تبدلو باقي فيه 3 شهرين او 3 شهور باش يوفى، عندك الحق تبدلو لان هذا هو القانون الجديد اللي غادي يولي ماشي بحال هذه شحال حتى كتكمل 10 سنين. هذا هو الجديد بالنسبه لرخصه السياقه وبالنسبه للطرقان. فهذا هو الاخبار الجديده اللي وصلتني الاخوان بالخصوص هذا الشيء هذا. بالنسبه للرابط الخبر اللي انا خديت منه هذه المعلومات غنخلي لكم لتحت في الديسكريبسيون او في التعليق باش تقراوه نتوما وتاكدوا من صحه الخبر كما عودناكم دائما على المصداقيه والشفافيه في المواضيع ديالنا. فما تبخلوش علينا بلايك لهذا الفيديو والبارطاج. طبعا الحال مرحبا بكم في قناه كريم كسري، مازال ان شاء الله نوفيكم الجديد والاخبار اللي كتهم الجاليه والاخبار يعني متنوعه كما العاده. فهذا هو الفيديو ديال اليوم اللي بغيت نوصل، تحياتي لكم كاملين والسلام عليكم.